يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. من النداءات القرآنية: لا تقنطوا، لا تحزنوا، لا تهنوا، لا تيأسوا. القرآن يدعوك أيها الأخ الكريم للرضا والتفاؤل ويبعث الأمل دائما، فتذكروا ذلك مع إشراقة كل صباح. اجعلوا القرآن ودقا لقلوبكم يبللها من جفاف هذه الدنيا، فرتلوا الآي واعملوا به لتورق في صدوركم زهرة إيمان. كان مالك ابن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ لا تهجروا القرآن لأنه نور، وكونوا قارئين له، فقارئ القرآن لا يشكو حزنا ولا هما ولا غما بإذن الله. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. اللهم صل على محمد.